هذا هو الإعلان الذي أصدرته شركة هاك للوازم الرياضية الموجه للمرأة المسلمة المحجبة. إعلان يشجعهن على ممارسة الرياضة. شاركت فيه أسماء البدوي لاعبة كرة السلة في نادي برادفورد كوبراس بإنجلترا. أسماء استحسنت الأمر الذي يساهم حسبها في تغيير نمط التفكير بشأن ممارسة المحجبات للرياضة. أعتقد أن الشيء الرئيسي هو خلق نماذج للشابات المسلمات في الرياضة لكي يكن بمثابة القدوة للفتيات الصغيرات، ولكي يصبحن مثلهن، لأننا في الوقت الراهن نرى فقط الأشياء السلبية في وسائل الإعلام. وفي هذا الإعلان الذي أثار الكثير من الجدل التفاتة إلى شريحة كبيرة تعاني من التهميش بسبب قناعات دينية. هناك الكثير والكثير من النساء المسلمات والعديد منهن يرغبن في تغطية أجسامهن وتملكن القدرة على ممارسة الرياضة، ولكن نظرا لكونهن متدينات فإنهن تمتنعن. الشركة أدركت أن هناك الكثير من الإمكانيات، وهذا هو سبب في إنتاج هذا النوع من المنتجات الآن. برو حجاب الذي أطلقته شركة نايك سيشرع في تسويقه بداية من ربيع 2018.